We're heading to the Palestine versus Lebanon 2026 World Cup qualifying match. But I'm not alone, as I'm here with a lot of football fans who joined us all the way from Gaza. جايين نشجع المنتخب واحنا فخورين باللي وصلوا له باذن الله يتاهلوا للنهائي ولكاس العالم وبالتوفيق ان شاء الله ان شاء الله يفوز. شكرا يا قطر على عملته مع اهل في كل الظروف. في كل الظروف احنا هنضلنا موجودين وهنضلنا اقوياء وهنكون اقوى باذن الله تعالى من اول، واحنا مع المنتخب الوطني وان شاء الله هنضلنا نشجعه عشان ان شاء الله الكاس ان شاء الله هيكون للمنتخب الوطني. The Palestinians from Gaza that we're here tonight left with new memories and hope for victory on the pitch and in their homeland.